السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. رجع برنامج أرض السواد بعد الإيقاف بسبب شهر رمضان المبارك. رجعنا وما شاء الله هذه الفترة كانت بها الكثير من الأحداث اللي تخص وتهم برنامج أرض السواد، مثل موضوع تربية الأسماك اللي صورنا حلقة ميدانية راح تعرض الخميس القادم، وأيضا من الصدف الجميلة أنه رجع برنامج أرض السواد مع بدايات موسم الحصاد، اللي الحقيقة أكو تفاؤل كبير جدا بهذا الموضوع، لما خاصة لما نشاهد اليوم أعلى رأس السلطة التنفيذية كرئيس الوزراء يزور المزارع وحقيقة يسهل الكثير من العقبات أمام الفلاحين، وأيضا السرعة الكبيرة اللي صارت بتسليم الصكوك للفلاحين من قبل وزارة التجارة. فهل اليوم العراق يشهد طفرة كبيرة بموضوعة الإنتاج، أم الموسم القادم ممكن نحقق موضوع الاكتفاء الذاتي وغيرها من هذه المواضيع؟ طبعا راح نناقش كل هذه المواضيع مع ضيفنا الدكتور محمد العبيدي الخبير بالأمن الغذائي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بجنابك، شكرا للفرصة، تحياتي لقناتكم والجميع المشاهدين الكرام. ربي يخليك دكتور. خلي أدخل وياك بموضوع اهتمام غير مسبوق، يعني نشاهده بهذا الموسم أنه رئيس وزراء ينزل إلى المزارع يتكلم مع الفلاحين، يروح إلى السايلو يسهل كثير من الإجراءات. تحس أكو تغيير اليوم بنظرة الحكومة إلى أهمية الزراعة الاستراتيجية؟ اهتمام دولة الرئيس محمد الشيعة السوداني بالجانب الزراعي إيمانا منه أنه الموازنات الريعية تسير في طريق مسدود بالنسبة للبلد. نعم. المنتج المحلي يجب أن يدعم. السيد رئيس الوزراء بالأخص أنه هو خريج زراعة، ماجستير زراعة، يعي جيدا أهمية الجانب الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية التحويلية. إلى الاهتمام الكبير لهذا الجانب، هو يفهم جيدا المردودات اللي راح تتحقق في حال أن تحركت العجلة بشكل علمي وصحيح نحو الأمام. نعم. خلي أتحدث وياك، أنه ما أريد أنه أيضا أبتعد على الموضوع، ولكن أكو أمور مهمة أيضا أريد أتحدث بها. أصدرت نقدر نقول كتابين أو مجلدين، ثلاث مجلدات على موضوعة الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي أو الاكتفاء الذاتي، وقلت وصلت إلى رئيس الوزراء السابق والحكومة السابقة وما كرد. نعم. حسب معلوماتنا أنه أيضا أنت كان عندك لقاء مع رئيس الجمهورية الحالي ورئيس مجلس الوزراء الحالي بخطة أو بفكرة، نقدر نشرح على هذا الموضوع اليوم مشاهدي يعرفها، ورد أعرف ردة فعل اليوم رئيس مجلس الوزراء على هذه الخطة. دولة رئيس الوزراء، نرجع نعيد نذكر أنه هو مهندس زراعي، رجل متفاعل جدا مع هذا الجانب. أنا التقيت بسيادته 3 مرات تقريبا من السلطة إلى الآن قبل. أها. حاليا عندي تواصل مع هيئة المستشارين بشكل مستمر. الموضوع نرجع نذكر أنه كل بلد من حقه أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي بالأرقام المستهدفة للمواد الأساسية اللي تمت بصلة لحياة المواطن اليومية. بالتأكيد العراق ما راح يقدر يزرع كل شيء طبعا، ولا يقدر يصنع كل شيء، ولا يقدر يربي كل شيء من الحيوانات. أكيد. احنا نحكي على المواد الأساسية اللي تمت بصلة لحياة المواطن اليومية، ما يجعل البلد يبتعد عن الموازنة الريعية من جهة، نعم، ويخرج من أسارة الدول المنتجة من جهة أخرى. موضوع آخر جدا مهم الاكتفاء الذاتي حققه، سلامة ونظارة المنتج. سمي بالأمن الغذائي لعدة أسباب، واحدة من أهم الأسباب أمان هذا المنتج اللي إذا يصل إلى المواطن الكريم خالي من الأمراض، خالي من سوء التغذية، خالي من المواد المسرطنة اللي إذا نسمع بشكل مستمر صحيح عن مواد مستوردة بها بعض القضايا المسرطنة. نعم. الإنتاج المحلي دائما يكون نظر طازج خالي من الخطورة. فوحدة من أسباب تسمية الأمن الغذائي أنه يكون غذاء آمن من الناحية الصحية. نعم. هذا ما يبعدنا كثيرا ويقلل مصاريف كثيرة في الجانب الصحي. يعني اليوم احنا يعني ندعو بالصحة والسلامة لكل الشعب العراقي الكريم،
اليوم أصبح السرطان مثل مرض الإنفلونزا بالعراق للأسف، والأمراض الأخرى المستعصية نتيجة سياسة من الاستيرادات العشوائية لمواد ما نعرف مصدرها مين، يعني ما نعرف طريقة أكو دراسات منه. أكو دراسات قالت أنه السبب بارتفاع الإصابات بمرض السرطان أنه مرتبط بالغذاء مباشرة. أكيد أكيد. نضرب مثل الدواجن. الدواجن خلال 90 يوم أنت تقدر تشتريها، بعد 90 يوم هي إكسباير. بعد تجينا من البرازيل وغيره. أكيد. يوم تريد وتموع وتجمد وتموع وتجمد. هذا الموضوع يعني خطر في أقصى درجات الخطورة على المواطن الكريم. يعني أنت من تجيب بضاعة من البرازيل لربما تستغرق فقط بالطريق 90 يوم، من يضمن سلامتها؟ مو عندنا سيطرة ونوعية وغير هذه الأمور الدوائر. يجب أن نسألهم ويعلنون الفحوصات اللي تتم بشكل مستمر على كل الشحنات اللي إذا تدخل للبلد. بالتأكيد هو مو فقط لحم الدجاج، اللحم الأحمر أيضا. نعم، خلينا أركز بموضوع أنه بما أنه اليوم موضوعنا على بداية موسم الحصاد، أكو بهذا الخطة أو الفكرة الجديدة نقدر نقول عليها أنه موضوع الحنطة خصيصا شنو كان شرحها؟ زراعة استراتيجية. طبعا هو الخطة الزراعية العراقية لسنة 22-23 خصصت 1.5 مليون دونة، كان 1.5 مليون ضافوا له مليون جديدة بسبب كثرة الأمطار. نعم. وخصصوا 4 مليون دونم بالمناطق الصحراوية الري بالمياه الجوفية أو المناطق الديمية. نعم. هنا نقدر نقول الحكومة بشكل أو بآخر وفت بالتزاماتها بتأمين هذا الكم من الدوانم لزراعة الحنطة. ممتاز. هسا هذا الكم من الدوانم أكو به منغصات؟ نعم أكو منغصات. شنو المنغصات؟ جانب تتحمل الحكومة المركزية، وجانب آخر تتحمل الحكومات المحلية، وجانب يتحمل الفلاح نفسه المزارع نفسه. نجي نبدي بالمزارع، مزارعين نعم. الحبوب الاستراتيجية. نعم. احنا عندنا في الثقافة في العراق، هذه الثقافة للأسف ما نقدر نستغني عنها بسهولة، الثقافة اللي هي غلة الدونم من 700 إلى 900 كيلو غرام، وهذا بحد ذاته خسارة. أمر مجحف، خسارة كبيرة جدا. المعادلة أستاذ ظفر في عملية الزراعة هي نوع الزراعة والمواصفات اللي يجب تأمينها لهذه الزراعة. نقول حنطة. الحنطة شنو مطلوب تأمينها؟ بالتربة. شنو مطلوب تأمينها؟ بالمي، من أجل أن أخذ الغلة الحقيقية. إيش قد لازم تكون غلة مناسبة بالعراق حسب أجواءها؟ يعني هسا إحنا ما نريد نروح للمستوى الاحترافي، بس هو المينيموم يجب أن يكون ما بين 1600 إلى 1800 كيلوغرام للدونم الواحد، حد أدنى. هذا الحد الأدنى. نعم، لأنه يجب على المزارع الكريم أو المستثمرين الاستراتيجيين في هذا المجال يجب أن يفهم، ويجب أن تتم عملية تثقيفية بعملية تهيئة التربة للزراعة، إغناء هذه التربة بالعناصر المهمة للحنطة اللي تخص الحنطة. بالضبط، مرتبطة. إغناء المياه بالعناصر المهمة للحنطة. بالتالي أني من أخذ الحد الأدنى يكون 1800 كيلوغرام عن الانتاج اللي حيجيني بالمليون دونم الكلاسيكي مال العراق الحين ضرب في 1.3. ممتاز دكتور. ايضا راح نرجع نتحدث على هذا الموضوع. طبعا احبة المشاهدين، عندنا فيديو بمعلومات كثيرة عن موضوع بداية موسم حصاد الحنطة في العراق، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. دكتور ارجع مع حضرتك، قلت اكو ثلاث مشي، اكو اخطاء انه نقدر نقول عليها اخطاء انه من الحكومه المركزيه والحكومات المحليه، واخطاء من المزارعين نفسهم. عرفنا اخطاء المزارعين، الان نريد نعرف مثلا الحكومه المحليه شنو عندها سلبيات بالعمل. الحكومات المحليه احنا اكو هسه البعض يعتبره خطا، البعض يعتبره قرار صائب، احنا ما نعرف. نعم. انه صارت مديريات الزراعه تابعه للحكومات المحليه وليست للوزارات القطاعية.
مثل مديرية الزراعة بدل أن تكون تابعة لوزارة الزراعة اللي هي الجهة التخصصية بهذا المجال أصبحت تابعة للمحافظ. طبعا بحد ذاته أنا هذا القرار أنا مو معه. نعم. من نقول مديرية الزراعة يجب أن تأخذ تعليماتها وأمورها ومرجعيتها الإدارية من وزارة الزراعة. يعني يجب أن نبعدها عن موضوع المحاصصة. محافظ أو مجلس محافظة يعني قضية دخلت في مجال السياسة. يجب في وجهة نظري الخاصة لربما أكون خطأنا. نعم. مديريات الزراعة يجب أن يكون ارتباطها في وزارة الزراعة. الحكومات المحلية بما أنه هي المسؤولة عن مديريات الزراعة فهنالك ما يسمى الدعم الحكومي لحملة زراعة الحنطة الموسمية في العراق. يعني أخص شيء جديد. أها. الدعم الحكومي يجب أن يكون فعال وليس إعلام. مثلا الحملة اللي قادها دولة رئيس الوزراء في استخدام وسائل الري الحديث. حضرتها تسمح فقط هاي السنة باستخدام الري السيحي. نقدر نتحول خلال سنة بس انه الجميع يزرع بالطرق الحديثة؟ لو صعبة انا اشوف يعني كل الصعبة. بلد 18 محافظة 40 مليون مساحة شاسعة. شو بسنة واحدة نتحول الى سقي حديث لو لازم جزئي؟ خلينا ناخذ الموضوع بالشكل التالي. نعم. هو قضية ممكن او ما ممكن؟ لا هو ممكن جدا. ممتاز. عند توفر الإرادة عند المزارع الكريم أو المستثمر الكريم في أن يتحول من الري السيحي أو ما يسمى بالري السومري إلى الري بالوسائل العلمية الحديثة إن كانت بالمرشات الثابتة أو المحورية أو السكاكية أو منظومة الأمطار الكاذبة. موضوع فلوبي سبرينجلر راين سيستم. ممكن التحول بشكل بسيط جدا ولكن هذا التحول لا يتم من قبل الفلاح وحده. الفلاح أصبح عنده هاجس. هذا الموسم إذا زرع 80% الموسم المقبل ما راح يقدر يزرع لعديد من المنغصات اللي كنا عايشينها. صحيح. الحكومة المركزية رغم التطمينات اللي دا يطلقها دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعة نجد أيضا أن الفلاحين لديهم هاجس الخوف. من شنو؟ من أنه أنا أعطي محصولي وما أحصل فلوس، أنا ما ألحق أسلم المحصول أو المحصول حيتلف. يجب تطمين الفلاح من جهة. من جهة أخرى الدعم بمنظومات الري الحديثة يجب أن يكون فعال وسريع. يجب أن تتولى وزارة الزراعة العراقية ووزارة الصناعة بالاشتراك مع المصرف العراقي، المصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي في تأمين هذه المرشات بأقصى ما يمكن من السرعة تحت مظلة البنك المركزي العراقي بمبادرته لحملة. ويقول لك بدون فوائد. بدون فوائد، تسديد لمدة 5 سنوات، 5 مواسم. انت من تاخذ مرشة، المرشة الوحدة تكفيك ل 120 دونم اذا كانت محورية. نعم. الثابتة حسب مساحة الارض اللي عندك، منظومة الامطار الكاذبة حسب المساحة اللي عندك. نحكي على المحورية، المحورية اكو 60 دونم اكو 120 دونم، يعني انت تقدر موسمين تسد المرشة. يجب ان تسعى وزارة الصناعة سعيا حثيثا ان يكون التصنيع محليا وسريع. مع التصنيع المحلي عنده. نعم. خبرة بصناعة طرق الري الحديث. نعم نعم. يعني نعم. المحوري وزارة الصناعة لديها خبرة كبيرة في هذا الجانب ولديها مختصين لا يستهان بهم، ولدينا ايضا في وزارة الزراعة العراقية مختصين. الان الفكرة مع الاستيراد او مع انه صناعة محلية او لا ضرر من الاستيراد. نعم. ولكن يدعم الانتاج المحلي مقابل الاستيراد من اجل ان نكون مستقبلا قد اكتفينا ذاتيا من صناعة وسائل الري الحديث. نعم. طبعا احبة المشاهدين ايضا راح نرجع على هذا الموضوع، لكن عندنا فيديو لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لما زار الفلاحين في محافظة واسط وبداية موسم الحصاد، تحدث بأمور كثيرة ومهمة عن موضوع دعم الفلاحين وأيضا السقي الحديث. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور محمد اليوم رئيس مجلس الوزراء أنه بشكل صريح وعلني أخذ آخر قطعة من كلامه، السنة الجاية الجميع يزرعون بتقنيات الري الحديث والفلاح
اللي يعتمد على السقي القديم خلي يزرع، يعني لا دعم حكومي ولا شيء، ممكن حتى ما يستلمون منه المحصول. اكو هيك فكره؟ ما تفضل به دولة رئيس الوزراء كلام يحمل جانب كبير من المسؤولية، وهو الرجل قدر هذه المسؤولية. نعم. على مود أنفذ اليوم برنامج أنا، يجب أن أخلي الأمور على المحك. اليوم أنا نجي نحكي بنظرة رئيس الوزراء لهذا الموضوع بالتحديد، لموضوع الحمى. اليوم أنا إذا مجموع ماذا أزرع بالعراق 6.5 مليون دونم، 2.5 على الأنهر وأربعة مليون على المياه الجوفية الصحراوية، الأراضي الصحراوية. اليوم إذا جينا ضربنا هذه الغلة بالأرقام العراقية المستحصلة الكلاسيكية، فإحنا راح نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي. أستاذ ظفر، ممتاز. يعني 6.5 مليون دونم في غلة العراق الكلاسيكية اللي هي 900 كيلو، لح نصل إلى طاقة إنتاجية 5,850,000 طن تقريبا. اكتفاء ذاتي تقريبا وصلنا. انتهينا. إذا نروح بالجانب العلمي، يعني العام القادم نسوي عملية تثقيفية ومرشات زراعية بمختلف أنواعها المحورية والثابتة وإلى آخره، ونروح للغلة العلمية 1.8 يعني 1.8 طن و 800 كيلو جيد، راح نصير 6.5 مليون في 1.8 راح يصير عندنا 11,700,000 طن. هندخل السوق العالمي هيك، خلاص انتهت. يعني حتصدر تقريبا بالخمسة مليون بالضبط، راح يصير عندك ما يقارب 4 مليون طن ممكن أن تجلب عملة صعبة للبلد. والدول المحيطة كلها تحتاج، سوريا، مصر، بالضبط. كلها تريد هي. فكرة رئيس الوزراء فكرة سديدة وفي مكانها. اليوم أنا عندي مجموع المزارعين اللي يشتغلون بالري السيحي لنفترض 100-80 منهم قبلوا بالمنظومات وجو يزرعوا وثقفوا وبدوا يشتغلون صح. غلة الـ80 هي تعادل 160 مزارع بالطرق الكلاسيكية، لأنه ما راح يعطيني 900 كيلو، راح يعطيني طن و800. هذه أقل الأحوال. طبعًا. إذن الموضوع يحتاج له حكمة في القرار. قرار رئيس الوزراء قرار حكيم وفي توقيته الصحيح. دكتور، بما أنك أنت مع الأفكار الحديثة، الأفكار المتطورة بموضوع الزراعة وغيرها والأمن الغذائي، أريد أسألك سؤال. يعني أكو ناس تنتقد هذا الموضوع، أنت مع فكرة إنه الموضوع الفلاح يزرع ويسلم الحنطة للحكومة والحكومة تطيصك؟ يعني أنت مع هذه الفكرة واستمراريتها لو أكو لازم تغيير يصير بيها، إنه سوق حر سوق مفتوح؟ شوف، هو كل دول العالم بدون استثناء هي مع السوق المفتوحة. يعني مثلا الفلاح الروسي مثلا، يعني احد الدول الكبيرة بزراعة الحنطة، هم نفس نظامنا يودي الحنطة ويطوصك. نعم، التسليم للحكومة بروسيا باعتبارها عايش هناك. انا واللي سألتك موضوع طوعي، عاجبه يروح يسلم، ما عاجبه هو يبيع على قطاع خاص. اها، يعني حرية. حرية. احنا بلد عندنا فد مفردة اسمها البطاقة التموينية. صح. تأمين البطاقة التموينية الواجب رقم واحد وفي الصميم من واجبات دولة رئيس الوزراء. صح. يعني تصور حضرتك انه البطاقة التموينية ما تتأمن. مشكلة. تعرف كمية البطاقة التموينية سنويا ايش قد؟ لا. 4.5 مليون طن. بس البطاقة التموينية. بس البطاقة التموينية. ما عدا المطاعم والمخابز وغيرها. ما عدا المحجوبين. المحجوبين ايضا. إذن دا نحكي في واجب مفصلي يمس هيكلية البلد ملقى على عاتق دولة رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التجارة، اللي هو موضوع تأمين الرقم اللي يغطي البطاقة التموينية. فهنا أنا أسلم الطرق اللي تتخذها الحكومة المركزية هي مركزية إدارة المحصول الزراعي الخاص بالحنطة. نعم. فيجب أن نذهب بهذا الاتجاه، يعني لازم نبقى على هذا. متى ما تغير مفهوم البطاقة التموينية راح يتأقلم العراق مع واقع جديد آخر، لربما نذهب إلى السوق المفتوحة.
لكل حادث حديث. احنا الوحيدين بالعالم فيش تجربه موضوع انه الفلاح يسلم؟ ابدا ابدا. مثل من أبداً. الدول يعني كثير من الدول خاصه في دول اسيا الوسطى يعني اللي عندهم مفردات مال بطاقه تموينيه وبعض الدول العربيه تسليم الحنطه مركزي. مركزي إيه؟ الان عندنا احنا قانون يعني هو مو مطلبه كبيره استاذ ظفر. نعم هو مو مطلبه كبيره. مثلا احنا لا مو هي صار عندي سالتك هذا السؤال قبل سنتين تتذكر صارت ازمه بعدم تسليم حقوق الفلاحين مرت سنه اكو ناس سنه ما استلموا فالفلاحين يقول يابا افتحوا لنا منافذ للتصدير احنا نريد نبيع حنطتنا بعد ما نريد نسلمها للدوله لان الدوله تاخرت. يعني خلينا نتكلم بصراحه احنا اليوم عايشين باستقرار اقتصادي بسبب ارتفاع اسعار النفط الحكومه عندها فلوس تعطي مباشره للفلاح لا سامح الله ممكن مرينا بازمه مثل نزول اسعار النفط ما عندنا الامكانيه لاعطاء الفلاحين فغير اكو حلول اخرى اليوم اضمن حق الفلاح واضمن حق المواطن. شوف استاذ ظفر القرارات الانيه لمعالجه وضع معين يعتمد على مدى الثقافه الاقتصاديه الموجوده في مصدر القرار. نعم بس انا ما جاي اليوم احكي نيابه عن مصدر القرار. انا دا احكي بصفتي مختص بصفتي مواطن او بصفتي مستثمر. اليوم هيكليه موضوع اداره الحنطه في العراق اعتمد على موضوع التسليم المركزي لكون احنا عندنا مفرده البطاقه التموينيه. نعم حضرتك تعرف انه العراق لحد الان ما بي مطحنه تجاريه كلها حكومه نعم. حتى الاهلي يجب ان يشتغل للبطاقه التموينيه باجبار يعني شروط وزاره التجاره تفتح شروط وزاره التجاره. نعم هذا شيء هسه احنا ما نقول عليه سيء 100% لا بل هو جيد. انت من تامن الكميه لاكبر عدد ممكن من الشعب المشمولين بالبطاقه التموينيه فانا اروح ابوس ايدك. انت تتنفذ واجب كبير جدا. نعم زين لانه الطبقه المهمه داخل المكون العراقي بشكل عام هم الفقراء. صح انت من امنت الرغيف الخبز للفقير انت شلت هم كبير جدا من عاتق البلد. واتوقع العراقي ما كل العراق غني فقير ما يستغنى عن رغيف الخبز باي وجبه. ما زاد من ذلك يعني هذه الخطه اللي قادها دوله الرئيس محمد الشاع السوداني في 6.5 مليون دونم اذا انزرعت بشكل حقيقي واعطت الغله المطلوبه منها. نعم راح نفتح موضوع الارقام بشكل دقيق ايضا حتى توصل الصوره بشكل اوضح للمشاهد وللمواطن العراقي. طبعا احبت المشاهدين من الامور اللي كانت حقيقه الفلاح يعتبرها معضله كبيره هي تسليم الحنطه بالسايلو او الصومعه وجيب الصك وروتين ممل والسياره تظل تقريبا 3 ايام وهاي كل يوم عليها اجور. دولة رئيس الوزراء زار أحد الصوامع في محافظة واسط وحقيقة باشر بوجوده يعني أن تسليم الصك بأسرع وقت وأيضا موضوع التخزينة كانت بمشاكل. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور محمد الحلو اليوم أنه رئيس الوزراء من ابن القطاع الزراعي. نعم يعني عذرا الكلمة يعرف الدروب كلها راح من المزرعة راح للسايلو ايش تسوون؟ يقد الصك هو عايش هيك اجواء كلها. موضوع التخزين اريد افتح هذا الموضوع. ايضا مع فكره الصوامع وغيرها اكو صوامع احدث منها احنا نستخدم صوامع اتوقع صناعه روسي او بناء روسي من الستينات تقريبا يعني صار عمر كبير جدا. فشنو رايك بموضوعات التخزين حتى نحافظ عليهن؟ الحمله اللي تخص زراعه محصول الحنطه والقمح بالعراق. حملة أعتقدها هذه السنة راح تكون موفقة. هسا إذا أريد نكون متشائمين جدا فهي راح تكون موفقة بنسبة 70-75%. خوش رقم. ورقم جيد جدا. جيد. جيد جدا. فإذا عنصر التفاؤل موجود. أكو سياسة هو دولة رئيس الوزراء انتبه لها. أنا أريد أأكد عليها. إحنا عندنا قصور كبير جدا في السياسة الخزنية. نعم. ابتداء من محصول الحنطه وانتهاء بالمحاصيل الحقليه اللي هي المخضر خلينا مشكلتنا الكبيره جدا انه السعه الاحتوائيه للسايلوات اللي تابعه لوزاره التجاره العراقيه لا تستوعب هذا الكم الهائل من الانتاج. اليوم اذا قلنا العراق راح ينتج 6 مليون طن
فاحنا ما عندنا سياسه خزنيه تحتوي هذا الرقم. وصار عندنا مشكله بالذره. وبالذره نفس خلوها بالمطارات. بالشعير نفس الشيء. انا اللي اريد اقوله اللي يريد ينتج ارقام قياسيه بالحنطه يجب ان ينتبه على السياسه الخزنيه. انا لنفترض اجتني غله مو هذا الموسم، الموسم اللي قادم. وعبرتني الى 10 مليون طن او 11 مليون طن. انا اللي حصير عندي غله فائضه اقدر اصدرها اجيب بها عمله صعبه، هاي الغله وين راح اخزنها؟ شلون احافظ على تركيبه حبه الحنطه؟ من بروتين، من انرجي، من الى من جيلوتين. اوكي؟ نعم. لازم احافظ على تركيبه هاي الحبه. يجب ان تكون هنالك مخازن تخصصيه للحنطه بانه ما تتلف وما تفقد قيمتها الغذائيه. طبعا هذا واجب. إذا السياسة الخزنية سياسة هي تعتبر عمود فقري مكمل للعملية الإنتاجية. أضرب مثل ولا هو جانبي بس أريد أضرب هذا المثل. شفنا مزارعين من البصرة زرعوا طماطة، وإحنا نعرف طماطة الزبير هي أفضل نوعيات الطماطة بالعراق. من يطلع الفجر يريد يبيع المحصول ل 12 الظهر إذا باع كان بها، ما باع يروح يذبه بالشارع. صحيح، شاهدنا فيديوهات كثيرة. أو يوزع ببلاش. ظلم هذا. هذا الرجل تعب صرف فلوس. يعني ما عندنا طرق خزن لهذا الطماطم. يجب أن تكون عندنا سياسة خزنية رشيدة، ويجب أن يكون عندنا معامل للصناعات الغذائية التحويلية. يعني على سبيل المثال هذا موضوع أنا أتوجه به لدولة رئيس الوزراء. الصناعات الغذائية التحويلية للحبوب الاستراتيجية. يعني تدخل عندي الحنطة الفائضة تدخل في معامل يطلع منها الشعرية والمعكرونية والنخالة والبرغل وإلى آخره، أستنفذها للحنطة بصناعات غذائية تحويلية. طبعا الرقم الفائض مستقبلا إن طبعا شاء الله. إن شاء الله. زين، كذلك الذرة أطلع منها الديكسترين، أطلع من عندها الجيلوتين، أطلع من عندها النشا، أطلع من عندها زيت الطعام وإلى آخره. نروح على الصويا إن شاء الله نزرعها، ونروح على عباد الشمس كذلك زهرة الشمس. فإذا أكفت خلية من المشاريع يجب أن تكتمل. طبعا يجب أن تكتمل بالعراق، وإحنا العراقيين الرائدين الأوائل في الشرق الأوسط بهذه المشاريع. نعم، خلينا نفتح موضوعة الأرقام دكتور. نعم. نرجع على رقم أنه 6.5 إحنا زارعين، إذا 700 جد راح نصير. راح نصير 5,850,000 طن. هذا 900. إذا 900. وإذا 700 حسبته قبل قليل قبل. إذا 700 راح يصير 4,550,000 طن. رقم جيد. جيد جدا، لأنه حيسد لنا البطاقة التموينية بالكامل. يعني هسه هذا بهذا الرقم يعني أضعف الإيمان مثل ما نقول. نعم. يعني 100% محققين هذا الرقم. نعم. على هالموسم. نعم. ليش قاعد بالبداية كانت. محمد الشياع السوداني سوف يفاجئ العراقيين. بالكميات. نعم. جيد. وتفاعل الفلاح مع محمد الشياع السوداني في قمة الأوج. يعني من عندهم. نعم. نعم، ابن قطاع. ابن قطاعهم. نعم. يفهم معاناة الفلاح. هو أنا قبل شوي قلت لك إنه عرف دروب الزراعة. نعم. يفهم يعني معاناة الفلاح. نعم. دكتور يعني بأول سنة ويحققون هيك أرقام بعد ما كانت بداية موسم تشاؤمية كبيرة جدا. قال ما راح نحقق. احنا اساتذة بالتشاؤم للاسف، كثير من الاصوات طلعت تتشائم بهذا الموضوع. اذا حققنا هذا الرقم تتوقع اذا الجميع السنه القادمه مثلا نص الفلاحين استخدموا تقنيات الري الحديث وترشيد الاستهلاك المياه بطرق حديثه زرعه، وش كنت تتوقع الرقم؟ نعبر 9. تاريخيه هاي، احنا طبعًا. وصلنا 6 يمكن وصار رقم تاريخي طبعا قبل 3 سنين. نعبر 9. نعبر 9. مسيرة الحكومة المركزية الآن تبشر بخير. يعني حتكون الزراعة أحد الأوراق الناجحة لمحمد الشياع السوداني. بالتأكيد الزراعة ليست ورقة ناجحة فقط. الزراعة اليوم بالنسبة لدولة رئيس الوزراء ولكابينته الوزارية العمود الفقري للنجاح. النفط كلهم يعرفون يبيعون النفط. ابتداء من اول حكومه بعد 2003 ولحد الان كانت تبيع نفط وتطرواتب وتطرواتب. احنا نريد
المردود الاقتصادي من المنتج المحلي، أريد تحقيق الاكتفاء الذاتي، أريد أن نصل إلى الأرقام المستهدفة في الاكتفاء الذاتي. أنا اليوم ما شجعك ولا أصفق لك أنت دا تبيع نفط وتجيب لي دولار، بس من يطلع رئيس الوزراء يلقي خطاب مثل اللي سمعناه قبل شوية أنا وحضرتك، يقول السنة القادمة يجب أن يكون الري بالرش، أنا أشجع. نعم. أشجع وأزرع. نعم، بما أنه اليوم كان بطل حلقتنا لهذا اليوم هو رئيس الوزراء، خلينا نشوف فيديو لكلمته اللي حقيقة تكلم بها عن افتتاح الرسمي لموسم الحصاد، تحدث بأمور مهمة جدا تخص الفلاح العراقي، ومحور برنامج أرض السواد هو الفلاح العراقي. خلينا نشاهد هالفيديو وراجي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور، بما أنه أنا دائما أخذ منك الأرقام الصحيحة، إيش قد عدد العراق بالضبط أريد؟ العراق كشعب، الشعب العراق حاليا 42 مليون و248883 مواطن. اكيد زادوا هسه، صاروا على هاي احصائيات قبل ايش قد هاي؟ هاي الاحصائيات قبل شهر طلعتها من دارة احصاء وزارة التخطيط. اي هسه 83 اكيد صعد، يعني مو هذا الرقم. اي 83 اكيد صعد. قبل التقينا قبل سنتين قلت لي مثلا العراق احتاج رقم اكتفاء هالقد بموضوعة الحنطة أو زراعة استراتيجية. الآن العراق إيش قد يحتاج الوصول إلى الاكتفاء الذاتي؟ العراق مع الصناعات الغذائية التحويلية، يعني بطاقة تموينية والمحجوبين عن بطاقة تموينية والصناعات الغذائية، العراق يحتاج 7.2 مليون طن سنويا. السنة الجاية نحققه حسب إذا مشت المعطيات بهذه السياسة. ايه؟ نعبره 100%. نعبر. تقييمك لحكومة محمد شياع السوداني بموضوعة الزراعة والموارد المائية؟ بموضوعة الزراعة الرجل نال كل الرضا. نعم. كحكومة عموما. كحكومة طبعا. نعم. هو رأس الهرم. نعم. بموضوعة الموارد المائية يحتاج لبعض. ما حققنا نجاحات كبيرة. يحتاج بعض. سياسة خارجية. يعني شخص مثل دولة رئيس الوزراء، رئيس وزراء جمهورية العراق، يذهب إلى تركيا وتركيا تعطينا اطلاقات لمده شهر واحد فقط، ما يصير. مو منجز. لا مو منجز، صحيح. مو منجز. كل التحيه والشكر لك دكتور محمد العبيد الخبير بالامن الغذائي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ونتمنى تفاعل الجهات المختصه مع هذه الافكار. شكرا جزيلا، ربي يخليك، حنظل داعمين لك اعلاميا. الله يحفظك، ربي يخليك. طبعا احبه المشاهدين، قبل الختام يعني تحيه لكل عمالنا وعمال العالم يعني بعيدهم وذكراهم، مثل ما اليوم عطلة رسمية بهذا الموضوع، إن شاء الله يا رب من نجاح إلى نجاح آخر. نريد اهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء، مثل ما مهتم اهتمام كبير بموضوع الزراعة، أيضا الصناعة لهم حق كبير جدا، وحيكونون أيضا يعني ينشطون الاقتصاد العراقي مستقبلا. طبعا أيضا قبل ما أريد أختم، أكو حدث صار بشهر رمضان المبارك، بعض البيجات، القنوات التليجرام المدعومة الممولة، السياسة الصفراء المستمرة بهذا الموضوع. أنا مو دفاعا عن أحد، ولكن دفاعا عن اليوم صفة الفلاح العراقي. يعني نشروا صور بالتسعينات أو فيديوهات، فيديو بالتسعينات لرئيس مجلس الوزراء لما كان يعمل بوزارة الزراعة ويتحدث عن الزراعة وطرق الزراعة والسماد والإنتاجية وغيره، فحبوا انه يريدون يستهزئون بموضوعة الزراعة، ولكن ما شاء الله شفنا التعليقات العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم بمختلف المناطق انه داعمين لموضوعة الزراعة، وما بها عيب حقيقة انه هذه النظرة اللي تقلل من موضوع الفلاح او المزارع، بالعكس شيء كبير جدا جدا، واحنا كنا اصولنا فلاحين ومزارع. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.